تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عددا من ملفات العمل. وخلال لقاء رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تم استعراض مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها. كما ناقش اللقاء أيضا رؤية الهيئة ودراستها بشأن إنشاء 3 مناطق حرة جديدة في الإسكندرية والعاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر.